يعني ايه اركتكتشر ويعني ايه كمبيوتر اركتكتشر؟ يعني ايه اركتكتشر؟ معمار مش كده؟ بالعربي يعني معمار. طب يعني ايه كمبيوتر اركتكتشر؟ اتفضل علي صوتك بس. ديزاين بتاع كمبيوتر وبروسيسور بس. كل حاجه ليها علاقه بيه الكمبيوتر من جوه ولا من بره؟ من جوه. تمام. طيب بصوا يا شباب، حد يقول عايز يضيف حاجه؟ الاركتكتشر عامه، مش الكمبيوتر اركتكتشر، هو فن تصميم حاجه given مجموعه من الريكويرمنتس. اوكي، given مجموعه من الريكويرمنتس ومجموعه من الكونسترينتس عشان احقق الديزاين بتاعي ده. بمعنى عايز اعمل اركتكتشر بتاع عماره، عايز اعمل اركتكتشر بتاع مبنى صناعي، لازم اول حاجه اعرف المبنى ده انا هستخدمه سكني اداري، هستخدم المبنى ده ازاي، البادجت اللي صاحب المبنى ده عايز يحطها، ده كونسترين. انا عايز اعرف الريكويرمنت الاول اللي هو عايزها، وعايز اعرف الكونسترينز اللي موجوده عندي، عايز اعرف التكنولوجي الموجوده. يعني احنا هنا في مصر بنبني بايه؟ بنبني بالطوب. في امريكا بيبنوا بالخشب. فلازم اعرف التكنولوجي اللي موجوده واكوردنجلي هعمل الديزاين بتاعي. احنا عندنا مشكله دايما، احنا كشباب صغيرين لسه، او حضراتكم يعني شباب صغيرين، بيبقوا عايزين يعملوا حاجه البيست في كل حاجه، يعملوا الديزاين احسن احسن شكل واحسن اقل كوست واحسن بيرفورمانس واحسن كل حاجه. هندسيا ده مش دوبل. احنا في الهندسه ما عندناش اللكشري دي، ما عندناش المقدره دي، احنا نعمل حاجه سوبر واو. انا او انت كمهندسه عارفه ان انت لو كسبتي في حاجه لازم هتخسري حاجه في المقابل. عايز تعملي حاجه جميله قوي هتخسري فلوس مثلا، هتعملي في دايما في تريد اوف. فالهندسه اتس اول اباوت ميكينج تريد اوفز في الديزاين تشويسز بتاعتي. طيب لو جينا نطبق الكلام ده على الكمبيوتر اركتكتشر اللي هو التوبيك بتاعنا احنا، فهنلاقي ان الكمبيوتر اركتكتشر هو العلم او الجزء من العلم المتعلق ببنى الكمبيوتر، ديزايننج الكمبيوتر تو ميت الريكوايرمنتس جيفن ا سيت اوف سبيسيفيكيشن. حد يجي يسالني هو ديزايننج ا كمبيوتر سيستم بيختلف من كيس لكيس؟ هل ينفع ان الكمبيوتر اركتكتشر يختلف من كيس لكيس ثانيه؟ ولا انا عندي كمبيوتر اركتكتشر واحد بس؟ يا شباب اديني اكزامبل بك البس الماسك. احنا منبهين علينا اي حد مش لابس الماسك او منزله زي حضرتك كده نقول له مع السلامه. تحبوا نعمل كده؟ اديني اكزامبل يا باشمهندس. عايز اكزامبل، عايز اكزامبل واحد بسيط زي حالاتي كده يفهمه. اتفضل. حد فيكم راح ركب جهاز بي سي مش لابتوب؟ اتكلمت مع الراجل عمل معاك ايه؟ الاسئله سالها لك. بروسيسور كام ورامات؟ ولا سالك الاول سؤال اساسي هتستخدمه لايه؟ اول سؤال هتستخدمه لايه هيفرق معاه في كل ديزاين تشويس بتاعته، في الاركتكتشر بتاع الجهاز بتاعه. لو انا هستخدم جهاز مثلا للجيمز هبقى عايز الجرافيك كارد بتاعي يبقى جامد جدا، هبقى عايز بروسيسور بشكل معين، عايز رام بشكل معين.
واحد زي حالاتي اخره وورد بروسيسنج وماتلاب، هبقى عايز لا على مثلا ستورج عشان بحط الدرجات بتاعتكم والفايلز بتاعتكم والاساينمنتس والحاجات دي كلها محتاجه ستورج. واحد عايز يعمل، مش واحد بقى، جوجل عايزه تعمل السيرفرز بتاعتها، لما هتيجي تروح تشتري الكمبيوترز هناك هتجيبها عامله ازاي؟ هل هتجيب لها شاشه اصلا ولا هتجيب الكيسه بس؟ هتجيب كيسه، هتجيب لها هارد ديسك رهيب، هتجيب لها باور سبلاي وتعمل الباور سبلاي ده هتعمل له باك اب، وده هيحدد لها هتحط الفلوس فين. هل احط الفلوس في الكولينج والسبيد والبروسيسور ولا احطها في ايه بالظبط؟ هبقى محتاج كارت نتورك جامد او كروت نتوركس كتيره. فبيلدنج الاركتكتشر الديزاين بتاعي فانكشن، فانا عايز ايه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه الكونسترينز اللي حواليا، ممكن يبقى الكونسترين ده يبقى الفلوس، ممكن يبقى التكنولوجي الموجوده، ممكن سمعتوا مثلا ان في مثلا مجازا في حاجه اسمها اي 10 نزلت في امريكا، بس هنا في مصر في اي 7، هشتغل بالتكنولوجيا الموجوده عندي في مصر خلاص، ده كونسترين بقى موجود عندي، عندي كونسترين في الفلوس هشتغل في الكونسترين اللي موجود عندي. فده هندسه الديزاين، هي الهندسه كلها اتس اول اباوت ميكينج التريد اوفس دي. طيب لو حد عايز يعمل امبيدد سيستم، هو ده مش كمبيوتر سيستم؟ الامبيدد سيستم اهم حاجه فيه يكون رخيص، فبحط مايكرو كنترولر بربع جنيه بس يهمني يبقى عندي انبوت اوت دوت، عندي سنسورز ومش عارف واكتويترز وحاجات بتكنترول موتورز ومش عارف ايه، ما ده كمبيوتر سيستم بس في ابلكيشن وليه استخدامات مختلفه ثانيه، فهيبقى الاركتكتشر بتاعي توتالي ديفرنت عن الاركتكتشر ده. فالديفينيشن بتاع الاركتكتشر اللي كان عمله بروكس في 62 بيقول زيه زي اي اركتكتشر في الدنيا از ذا ارت، وخلي بالكم من حكايه الارت عشان ده هندسه وتكتكه، از ذا ارت اوف ديتيرمينينج ذا نيدز اوف ذا يوزر، زي ما قال لك اللي كان في المحل انت عايزه ليه، ده اول سؤال تو ديتيرمين النيدز بتاعت اليوزر بتاعك، اند ذن ديزايننج تو ميت ذوز نيدز از افكتيفلي از بوسيبل ويذين ذا ايكونوميك اند تكنولوجيكال كونسترينتس. فده هدف الكورس بتاعنا او ده الكمبيوتر اركتكتشر اللي هنتكلم عنه في الكورس بتاعنا ده. الكمبيوتر اركتكتشر بينقسم لحاجتين او الديزاين كومبوننتس بتاعتي الحاجات اللي انا بعمل لها ديزاين حاجتين. مجازا ممكن نقول حاجه هاردوير وحاجه سوفت وير. الحاجه الهاردوير هي انا عايز اديزاين البروسيسورز، الميموري، الانبوت اوت ديفايسز، عايز اشوف الاركتكتشر بتاع الكنترولر، عايز اعرف السيستم ديزاين، عايز اعرف ازاي الحاجات دي تكومنيكيت مع بعضيها، ازاي اقدر احسن البرفورمانس بتاعها، هعمل لها بارلل بروسيسنج ولا سي، ولا هعمل لها بروسيسور واحد، هعمل كام كور، كل دي الديزاين بارامترز ده الديزاين حاجات اللي انا بشتغل بيها عشان اعمل الاركتكتشر بتاعي بتاع الكمبيوتر هاردويريا. طب انا عملت الديزاين بتاعي هاردويريا، ازاي هخلي البني ادمين يستفيدوا من الاركتكتشر ده؟ ازاي هم هيستخدموه ازاي؟ فلازم محتاج بروجرامنج انترفيس سوفت وير عشان اقدر اخلي اليوزر ياكسس الهاردوير ده، يتعامل معاه يجيب ذا بيست برفورمانس اوت اوف الهاردوير اللي عملت له الديزاين ده. السوفت وير ليه كذا مرحله. اول مرحله انتوا خدتوها قبل كده في كورسات قديمه اللي هي الانستراكشن ليفل، اللي هي الماشين لانجوج، ازاي اترانسليت الاول الاكسسبيلتي للهاردوير ده لانترفيس اي حد ممكن يستخدمه. فانتوا خدتوا ازاي بنعمل اسمبلي كود تقريبا عشان اكسس الريجسترز واعرف استخدم البروسيسور. بس انا كبني ادم، انا كيوزر عادي واحد في الشارع يستخدم الكمبيوتر بيعرف اسمبلي ولا بيعرف ايه؟ بيعرف ابلكيشنز يوزر فريندلي الناس بتعرف تستخدمها علشان ياكسس البارامترز دي عن طريق الاسمبلي لانجوج. طب مين اللي بيعمل اللينك ما بين الابلكيشن اللي هو اليوزر بتاعها ما يعرفش يعني ايه كمبيوتر اصلا من جوه، ممكن حد يكون بتاع حقوق بس بيعرف يستخدم وورد واوفيس ملوش اي دعوه، مع كامل احترام لكل الناس بتاع كل التخصصات، بس هو او هي بيعرفوا يستخدموا الكمبيوتر. ايه اللينك اللي ما بين الماشين لانجوج او الاسمبلي وما بين الابلكيشن زي مايكروسوفت اوفيس؟ الويندوز، الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم هو اللي بيخلي الدنيا دي كلها تورك ان هارموني، بيخلي الابلكيشنز تقدر تاكسس الهاردوير اللي هو بنكلمه بالاسمبلي كود
عن طريق مجموعه من الدرايفرز ومجموعه من الميدل ويرز والحاجات اللي في النص اللي بتساعدني علشان اتعامل مع الهاردوير بتاعي. فالجولز بتاعتنا ان احنا نميت الفانكشنال والبرفورمانس تارجت اللي انت قلتها للراجل اللي انت رحت له within the constraints بتاعتي زي الكوست الباور او whatever while taking advantage of the advances of technology. في المجال بتاعنا ده محدش بيحب يروح لتكنولوجيا قديمه، انا عايز استخدم التكنولوجيا الموجوده as much as possible عشان التكنولوجيا بتتغير بسرعه وبتبقى احسن على طول، فانا على طول عايز as much as possible استخدم احدث تكنولوجيا موجوده عندي. طيب فاركتكتشر is always about making trade offs. ايه اللي اليوزر عايزه ازاي احققه له باحسن تريد اوف، مش باحسن بيرفورمانس، باحسن تريد اوف ما بين الريكويرمنتس والكوست او الكونسترينز الموجوده عندي. طيب احنا الكورس ده هنركز على الجزء الاولاني، هنتكلم على الجزء بتاع الهاردوير، هنزوم ان على جزء الهاردوير وازاي هنبيلد الاركتكتشر بتاع الهاردوير وازاي نخلي الديفايس او الكومبوننتس تتكلم مع بعضيها وازاي ان انا اعمل لها اكسس من بره. فاول سؤال اساله لحضراتكم، ايه هي المين هاردوير كومبوننتس بتاعت كمبيوتر سيستم او كمبيوتر اركتكتشر، سواء ده امبيدد ديفايس، سواء الساعه بتاعتي، سواء الموبايل، سواء الكمبيوتر، سواء المين فريم اللي موجود في جوجل فارم، سواء اي حاجه من دول. بروسيسور، رام، يعني ميموري، يعني الرام والروم دول ميموري، البروسيسور وميموري الماسك ده بيكتم الصوت خالص. ديسبلاي يعني ده اوتبوت ديفايس ومحتاج انبوت ديفايس. ما هو ده كنترولر. برافو عليكي. هو الكمبيوتر ده ينفع يشتغل من غير باور سبلاي؟ كل الكلام اللي انت بتقوله ده حلو قوي بس هيشتغل ازاي؟ ده اهم حاجه اقول لك عايز باور سبلاي شغال ازاي. لو هركب حاجه على جي بي يو محتاج لها كولر في الباور سبلاي، ده الباور سبلاي ده قصه لوحده. لو بتاع جوجل ده عملوا الباور سبلاي مش بيتقطع خالص الكهرباء عنه، يبقى فيه باك اب ومش عارف يو بي اس وعملوا باور سبلاي بمواصفات معينه. فالباور سبلاي ده حاجه مهمه جدا. يبقى كده اربع حاجات، ايه الحاجه الخامسه بقى؟ الحاجه الخامسه فاضل حاجه واحده بس. ما ده مع الميموري، الاستورج كل ده مع الميموري، روم ورام وميموري وهارد ديسك كل ده ميموري. تخزين. مين قال نتورك؟ برافو عليك. الكوميونيكيشن مش مهندسه معاها موبايل. انت جايه متاخره، ممكن تفضلي تكملي بره لو حابه. انت جايه تقعدي بس كده معانا؟ ف الخمسه كومبوننتس بتوع اي كمبيوتر سيستم هم البروسيسور او المذر بورد او وات ايفر العقل بتاع الكمبيوتر اركتكتشر ده. وده بيختلف لو هستخدمه في مين فريم، هستخدمه في امبيدد سيستم، هستخدمه في ساعه، هستخدمه في وات ايفر. محتاج ميموري بالليفلز المختلفه بتاعت الميموري، روم، رام، هارد ديسك، دي اللي بتخزن لي بقى الانستراكشنز، بتخزن لي الداتا، بتخزن لي الفايل، بتخزن لي وات ايفر انا عايز اخزنه. فانا عندي ميموري، عندي بروسيسور، عندي مجموعه من الديفايسز المساعده اللي بتساعد الكمبيوتر ده ان هو يبقى اكسسبل، ان هو يقدر يعمل الفانكشنز بتاعته. اهمها الانبوت اوتبوت ديفايسز، طبعا في باور سبلاي زي ما اتفقنا، والنتورك او الحاجه اللي بتخلي الكمبيوتر ده يتكلم مع الكمبيوترز الثانيه. وهنا عايزين نفرق بين نوعين من الكوميونيكيشن، كمبيوتر مع كمبيوتر، وده مش هنيجي ناحيته خالص في الكورس بتاعنا. الكمبيوتر كمبيوتر كوميونيكيشن ده كورس نتوركس تاخدوه، او اللي بياخد سي سي ان اي او اللي بياخد اي حاجه فيها نتوركينج ده فيلد لوحده. انا هنا هتكلم عن نوع ثاني من الكوميونيكيشن في الكورس بتاعي، هنا هتكلم عن الكوميونيكيشن ما بين الكومبوننتس دي وبعضيها جوه الكمبيوتر الواحد. اوكي؟ فهركز على الكوميونيكيشن ما بين الديفايسز دي وبعضيها، وهتكلم على الكوميونيكيشن ما بين الكمبيوتر والهيومن، او الكمبيوتر والفيزيكال وورلد اراوند ات. ان احنا في عصر الماشين ليرنينج والاي او تي والحاجات دي كلها، بقى الكمبيوتر بيتعامل مع الانفايرمنت على طول، في سنسور في البيت بيقيس درجه الحراره بقى تالي على الموبايل، فبقى بيتعامل مع الانفايرمنت. فانا هتكلم في الكورس ده على حاجتين، الكوميونيكيشن جوه الكمبيوتر سيستم
والكوميونيكيشن او الانتر اكشن ما بين الكمبيوتر وورلد والفيزيكال وورلد اللي حواليه اللي هو الانالوج. فدول التو مين كومبوننتس اللي هيبقوا كفرد في الكورس بتاعي السمستر ده ان شاء الله. طيب لو جينا بصينا على الكومبوننتس دي وحبينا نيجي نبص على اكزامبل، هعمل ديسك توب في البيت عندي، غالبا هلاقي البادجت بتاعتي هحط ربع البادجت دي اجيب بروسيسور كده محترم، هحط الميموري برده تبقى الرامات ومش عارف والهارد ديسك برده حاجه محترمه، هلاقي ربع الكوست هيروح هنا والباقي كله هحط فيه النص. تعالوا نبص الناس بتوع جوجل هيعملوا ايه لو جم يعملوا نفس الاكسرسايز ده على كمبيوتر، هيحطوه في الفورم بتاعت جوجل عشان يشتغل كسيرفر. تتوقع تبقى عامله ازاي؟ هل هو محتاج يحط اي بادجت في الايموت اوت ديفايسز؟ هل هو محتاج يعني اهم حاجه عنده البروسيسور يبقى جامد قوي، الميموري تبقى جامده قوي، يبقى الباور سبلاي يبقى جامد قوي، فهيبقى تركيبه الفلوس عنده مختلفه. طب تعالوا نبص على واحد بيعمل امبيدد سيستم في مشروع مثلا بتاع زراعه، بيقيس حاجات في المزرعه عشان يبعتها اي او تي. تفتكر هو محتاج بروسيسور جامد ولا هيجيب اندرويد ولا اردوينو ولا اي حاجه من الحاجات اللي موجوده اللي يبقى اخرها 1000 جنيه ولا 800 جنيه 200 جنيه؟ هشوف الابلكيشن بتاعته، ودي حاجه حلوه هتعملوها في مشاريع التخرج بتاعتكم. لما تيجي تشتغل مشروع التخرج هتشوف انهي بروسيسور هجيبه، هشوف المناسب بالكوست بالفانكشنز اللي انا عايزها، فده هيبقى اكسرسايز حلو ليكم هتعملوا مشاريع التخرج بتاعتكم ان شاء الله السنه الجايه. مش محتاج ميموري، الميموري في اي امبيدد سيستم 28 كيلو 1 ميجا، بتبقى حاجه بسيطه مش محتاج لها، مش محتاج احط فلوس كتيره قوي في الميموري، بس محتاج احط سنسورز بقى واكتويترز والحاجات دي اللي بصرف عليها. يعني مثلا في مشروع مثلا ناس عملوا حاجات هيلث كير، راح جاب هارت ريت سنسور، جاب حاجه بتقيس الاكسجين، حاجه بتقيس مش عارف البريثنج ريت اللي مش عارف ايه في النفس بتاع المريض. الحاجات دي هتبقى غاليه، فهتلاقي ان البادجتك يعني تقريبا كلها رايحه هنا كومبيرد ببقيه الحاجات. فده اكزامبل لل الكمبيوتر اركتكتشر، ودي صوره بسيطه اللي احنا هنعمله في الكورس. الجولز بتاعت الكورس ده، الكورس مقسوم لجزئين، جزء معايا هنتكلم فيه على how the different components that interact how they will communicate، وزي ما اتفقنا هنتكلم على الكوميونيكيشن within the computer system فيما يعرف باسم الانتر كونكت. فالانتر كونكت ده مش نتوركينج، الانتر كونكت هاو الميموري تبقى كونكتد مع كذا مع كذا مع كذا مع كذا مع البروسيسور، ازاي بيتكلموا المودز اوف اوبريشن. وهنتكلم هنا على اكزامبلز من الباسز الموجوده في البراكتس. الكورس ده ايفولفد على مدار السنين على الفيدباك اللي انتوا بتجيبوه لي، فهتلاقوا حاجات انتوا سمعتوا عنها من زمايلكم، الاي تو سي بيتسالوا فيه في الانترفيو هنتعلمه هنا، اليو اس بي هنشوف من جوه ازاي بيشتغل، الارم بروسيسور هنشوف الاركتكتشر بتاع الباص بتاعه، حاجه اسمها الامبا باص، فهنشوف ازاي الديفرنت كومبوننتس جوه الكمبيوتر سيستم بيتكلموا مع بعض. اوكي، الجزء الثاني ممكن ما نتعمقش فيه قوي بس ممكن اديكم محاضره او اثنين بس عنه، هيبقى على الانترفيسنج. الانترفيسنج هو هاو تو انترفيس ا كمبيوتر سيستم تو ذا اكسترنال وورلد، ازاي اخلي الكمبيوتر سيستم يتكلم مع الفيزيكال وورلد اراوند، مش نتوركينج برضو، انا بتكلم على سنسنج او كنترولنج حاجه، برضو هيفيدكم في مشاريع التخرج بتاعتكم لو حد هيشتغل في التراك بتاع الامبيدد سيستم. للاسف الكورس الجزء بتاعي ده ما فيش فيه تكست بوك، حاجات معظمها براكتيكال، فهيبقى المين سورس اوف انفورميشن بتاعنا هو السلايدز بتاعتي. اوكي، هنا احنا بنتكلم على تقريبا 5 محاضرات من السمستر. الجزء الثاني هيكمل معاكم دكتور حسام فهمي. دكتور حسام فهمي هيتكلم معاكم في البايب لايننج، الكاشنج، البريدكشنز، والباراليزم. الحاجات دي كلها هي تكنيكس بتحسن البرفورمانس بتاع الاركتكتشر. يعني البايب لايننج اكيد انتوا سمعتوا عنه، ان انا ما اعملش تاسك واخلص اعمل التاسك اللي بعديها، انا ممكن ابتدي التاسك وايل حاجه ثانيه شغاله، فده هيسرع لي النمبر اوف اكشنز او النمبر اوف جوبس بير يونت تايم.
الكاشنج ازاي ان انا اخلي الداتا اعمل لها فيتشنج احطها في الميموري عشان تسرع لي برضو البرفورمانس. الباراليزم ان انا اشتغل كذا حاجه ان بارلل محتاج بارلل بروسيسنج. البريدكشن ازاي ان انا ابريدكت انا هعمل ايه بعد كده عشان اسرع الوقت. فكل دي تكنيكس بتسهل او بتحسن لي البرفورمانس على الاركتكتشر بتاعي. فده مع دكتور حسام هكمله معاه بقيه الكورس بعد ما اخلص الجزء بتاعي الاولاني. انا ببقى موجود النهارده بعد محاضراتكم، انا عندي الاولى والثانيه لغايه الساعه 5 تقريبا. للاسف انا ليا كذا مكتب، مكتبي الاساسي فوق في اتصالات بس ما بقعدش فيه كتير. اللي عايزني احسن يبعت لي ايميل ويقول لي قابلك فين، اقول له انا موجود في انهي مكتب في الكليه. اوكي، فغالبا هبقى موجود في مركز التكنولوجيا العاليه تحت اعدادي، بس برضو احسن اللي عايز يقابلني يبعت لي ايميل يقول انا عايز اقابلك، او بعد المحاضره يقول لي استناه فوق. موجود برضو يوم الخميس والثلاث، فبرضو اللي عايز يقابلني برضو في اي وقت تاني ممكن يقول لي وقابله امتى. ده الايميل بتاعي، ولو سمحتوا اي حد هيبعت لي على اي ايميل تاني كاني ما بعتليش حاجه. اتفقنا؟ ده ويب سايت هيبقى عليه الماتيريال بتاعت الكورس كلها، الجزء بتاعي. دكتور حسام هيديكم الجزء بتاعه، وانا هابلود كل حاجه على البلاك بورد. اوكي، معانا التي اي حسن فخري. حسن درس معايا الكورس ده كذا سنه، ف انسان مجتهد جدا. ده الايميل بتاعه. انتوا عندكم السكشنز بكره مش كده؟ الجريدز هتبقى كالمعتاد 30 70. ال 30 متقسمه ل 10 و20. غالبا لحين اشعار اخر هيبقى الميد تيرم والفاينل هيبقوا ام سي كيو. النسب بتاعتهم قد ايه ليا وقد ايه لدكتور حسام، ده هيبقى ديبندنت على كم محاضره اتاخدت. يعني مثلا لو الميد تيرم كان انا اديت خمسه ودكتور حسام ادى محاضرتين، هتبقى الريشيو انا ضعف دكتور حسام. لو على الفاينل دي اتعكست، لو اديت خمسه وهو ادى 10 هيبقى التلت والتلتين. ف roughly speaking احنا بنتكلم انا ليا 30 40% من الدرجات ودكتور حسام ليه الباقي. تمام؟ البروجكتس انا ما عنديش مشكله خالص. عايزين تعمل او اللي هو ال 10% دول عايزين تعملوها بروجكت ما عنديش مشكله. عايزين تعملوا ريسيرش تقروا على توبكس ريليتد للتوبك ده وتعملوا عليه ريبورت وندسكاس معاكم ما عنديش مشكله. عايزينه يبقى كويز ما عنديش مشكله في الجزء بتاعي مع دكتور حسام برضو اتفقوا معاه، وغالبا بيعمل لكم كويز او بيخلي التي يعمل لكم كويز. فمين مندوب الدفعه؟ يعني حاول من دلوقتي كده او بعد اسبوع تقول لي عايزين في الجزء بتاعي انا عايزين كويز ولا بروجكت ولا ريسيرش. ما تلاقي بروجكت ولا ريسيرش يا فندم. نعم، هو ده سؤال بصراحه صعب انا مش محضر له. هو لغايه السنه اللي فاتت كان من 100، ما اعرفش مع اللائحه الجديده بقت من كام، بس اي ثينك لسه زي ما هي من 100. طب تخليني ابص وارد عليك. طيب قبل ما نبتدي في بعض الجايد لاينز عايزين نتفق عليها. ما باخدش اتندنس، فاللي مش عايز يجي يعني بي ماي جاست، ما عنديش اي مشكله. اللي مش عايز يجي ما يجيش، بس اللي جه هنا هيلعب الجيم بالرولز بتاعتي. اول رول ان هو او هي هيبقى مركز معايا كومبليتلي، يعني مش بس بيلعب في الموبايل، كان ده ما ينفعش معايا خالص. فاول حاجه هتقفلوا موبايلاتكم كلها، خلوها ايربلين مود او تخلوها سايلنت او وات ايفر، وانا اولكم اثناء الساعه ونص دي. اللي موبايله او موبايلها يرن لو سمحتم من غير ما انا ما اتكلم يفضل يخرج بره، عشان لو انا اتكلمت هيزعل او هتزعل مني جدا. تمام؟
احنا لسه ما لسه في اول النهار، مش محتاجين نشرب قهوه، مش محتاجين ناكل حاجه. انتوا هنا في مكان محاضره، فهتلتزموا بكل الرولز الكلاسيك بتاعه المحاضره. مفيش اكل ولا شرب، الميه اوكي طبعا، بس مش عايز حاجه واحد لسه بقى بيشرب فاللي حواليه كلهم يشربوا يشموا ريحه القهوه ودماغهم تسرح. لا ده في اي جامعه في العالم كده، مفيش حاجه اسمها اكل وشرب في المدرجات. عندك الربع ساعه البريك، انا اي ويل ريسبكت الربع ساعه. لو انا زودت عن دقيقه واحده عن البريك بتاعتك قول لي ستوب، وقتك خلص. ده حقك، ده حقك، وقتك خلص خالص. مش حاجه اسمها العلم لا يكيل مش عارف بايه. لا احنا ليك حقك في البريك، تخش التواليت، تخش اللي انت عايز تعمله، ده حقك تماما. الناس بتوع المحاضره الثانيه، عشان لو حد فيكم عايز يحضر المحاضره الثانيه ما عنديش مشكله خالص، يخشوا قبل مني، بس انا وانس دخلت خلاص الموضوع خلص. لكن الناس بتوع الصبحيه احنا غصب عننا الدنيا صعبه، في مواصلات وفي مشاكل في كل الحاجات اللي احنا كلنا احنا بني ادمين وكلنا عايشين في البلد دي وعارفين الدنيا ماشيه ازاي. طيب انا باجي في ميعادي بالظبط ونص، حضرتك جيت مثلا ونص وخمسه او الا تلت، تعمل ايه؟ حضراتكم تستنوا بس لغايه الا ربع بره، وانا الربع هفتح الباب هناخد بريك احنا صغنطوطه، وحضراتكم تخشوا وتقعدوا شاكرين. لكن فكره ان حد يخش كل شويه ويقوم زمايله ويقعد طب التاخر طب مش عارف ايه بيعمل ديستراكشن. انا معاكم ديمقراطي في كل حاجه الا في اي حاجه تعمل ديستراكشن للناس المحترمه او الناس الملتزمه اللي جت في ميعادها. اللي جه في ميعاده ده على راسي من فوق، محدش يعمل له اي ديستربس، محدش هيضايقه غير المره هندخل بعد اذنكم هندخل زمايلكم بعد ربع ساعه. اوكي؟ حد زهق من المحاضره وزهق مني وقال انت ممل وعايز يمشي، اتفضل من غير بهدوء من غير ما تعمل ديستربنس لزمايلك. مش لازم وانت خارج باي باي والسلامات والحاجات دي، يعني بلاش منها خالص. اهم حاجه عندي ما تعملش ديستربنس لزمايلك. اللي بيعمل ديستربنس لزمايله انا ببقى فيري 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 اجريسيف ضده او ضدها. تمام؟ غير كده انا معاكم ديمقراطي في كل حاجه. مواعيد مترمات، مواعيد كويزات، اي حاجه انتوا عايزينها معاكم ديمقراطي. بس في البرفورمانس او الرولز بتاعتنا هنا دي ما فيش فيها اي نوع انواع النيجوشيشن. وذي ار افكتيف ايميديتلي، يعني دلوقتي خلاص كده الرولز دي بقت شغاله عليك. تمام؟ اللي هي بعد الا ربع بقى معلش يحضر مع المجموعه الثانيه. تمام؟ هيبتدي دلوقتي الجزء الاول من الكورس هو الانتر كونكشنز. تقدري تفكرينا ايه هو الانتر كونكشنز؟ معنى ايه الانتر كونكشنز؟ هو how the components of a computer system inter. هعلي صوتي، هعلي صوتي، خدنا جبنا المايك. سامعين اللي ورا؟ ولا عالي شويه؟ اي حاجه في مصلحتكم قولوا لي، ما نو اوفنس. بتكلم بسرعه قولوا لي بطأ. زي ما الباشمهندس ما قالت الانتر كونكشنز هو how does the components of a computer system communicate. طيب ايه اللي بيخلي الكومبوننتس دي بتكومينيكيت؟ ايه هي الميديوم اللي بيخليهم يكومينيكيت؟ حاجه اسمها الباصز، الباص. هل حضراتكم سمع، مش عايز اقرب بس منكم عشان الرذاذ والحاجات دي، هل حد منكم سمع عن الباصز قبل كده او يعرف يعني ايه باص؟ اتفضلي. ايوه مش عملتي كده؟ يعني هو حاجة بعت عليها الادرس بس او ديتا بس، ادرس او ديتا او او ما يبقاش اسمه بس، بعت عليه باور. شكرا على الحين، تسلم ايدك. او كنترول، عايز كنترول انفورميشن، انت هتعمل ريد ولا رايت، الحاجات دي اسمها كنترول. الوورد سايز بتاعي قد ايه؟ فانا بحدد عشان اعمل الكوميونيكيشن ده محتاج اعمل شويه حاجات، ببعت الادرس، اللوكيشن اللي انا اعمل له اكسس، سواء هقرا منه او هكتب فيه، ببعت الداتا بتاعتي، والحاجه اللي مفضله لي هي انا هعمل ايه؟ ريد ولا رايت، حاجات بنسميها الكنترول انفورميشن بتاعتي علشان اعمل الكوميونيكيشن ده.
بس كلمه حاجه دي يا باشمهندس ما عجبتنيش. اسمك ايه؟ الايه قالت لنا ما عجبنيش حاجه. يعني ايه حاجه؟ ايه بقى كلمه؟ عرف لنا بقى الحاجه اللي انت قلتيها دي. عرفي كلمه حاجه. خلي بالكم برضو يعني انتوا قربتوا قوي من الانترفيوز، فعايزين نتعلم نبقى مور سبيسيفيك في ان احنا نكسبريس اور سيلفز اور ثوتس بتاعتنا. احنا بنبقى غالبا بنبقى صح، بس عايزين نبقى دقيقين او عندنا دقه في التعبير عن نفسنا. فهي الحاجه اللي انت كان قصدك بيها جامبرز او وصلات. ماشي، دخلتي فيزيكال اكسبريس يعني ديفينيشن للباص. يعني ايه باص؟ اوكي، محدش عايز يغش. برضو انا انصحكم بجد تبصوا على السلايد قبل ما تيجوا. زي ما شايفين انا بتكلم انتر اكتف، ما بحبش اقعد ارغي وانتوا تقعدوا تسمعوا، فبصوا على السلايد وتعالوا ديسكاس معايا بقى احسن. حد قال ميديوم صح؟ ايه بقى؟ يعني ايه ميديوم؟ باصز ار شيرد كوميونيكيشن ميديا او ميديوم يوز فور ديفايس تو توك تو ايتش اذر. فالكلمه السحريه هنا هي كلمه شيرد، ان هو شيرد ما بين كل الديفايسز، ما بين البروسيسورز والانبوت اوت ديفايسز وكل الحاجات دي عشان يتكلموا مع بعضهم، الميموري الرام، فهي حاجه شيرد ما بين كل الكومبوننتس دي. اوكي، وده كوميونيكيشن ميديوم زي التشانل بتاعت الوايرلس. لما اجي بتكلم هنا دلوقتي، لما اجي بتكلم ما ده شيرد كوميونيكيشن ميديوم، الهواء مش كده؟ بس في الكلام بتاعنا في النتوركينج بيبقى اسمها تشانل عشان دي قناه اتصال بيني وبين الحد. لكن في الكمبيوتر اركتكتشر بقى الناس سموها ايه؟ باص. فهو شيرد كوميونيكيشن ميديوم ده تقلاو زي ما الهواء ده بيقلاو ان احنا نتكلم مع بعضينا، اتقلاو الكمبيوتر كومبوننتس ان هم يتكلموا مع بعضيهم. بس طبعا زي ما هنشوف قدام شويه، لو سبت الكلام كده من غير اي رولز، من غير اي بروتوكول او اتيكيت، الدنيا هتبوظ مني. فانا محتاج مع الشيرد ميديوم ده يبقى في كنترول، يبقى في ميديوم، يبقى في الجوريزم معين او يبقى في اتيكيت معين يحدد لي مين هيتكلم وامتى. عشان لو سبت العمليه كده، شكرا 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 ربنا يخليك، علشان اخليهم ان هم يتكلموا مع بعضيهم. يعني هنا ينفع كلنا نتكلم ولازم اقول لكم حد يرفع ايده ويتكلم؟ او ده بقى بروتوكول، اتفقنا على بروتوكول مين يتكلم ازاي. لما انا اسال حد وحد يرفع ايده وده اللي يرد عليا، وساعتها عملنا كوميونيكيشن بروتوكول او اتيكيت نتكلم بيه مع بعضينا. نفس الكلام هنا، هبقى محتاج بروتوكول يقلاو الديفايسز تتكلم مع بعضيها ازاي. هنتكلم النهارده في اخر المحاضره على انواع البروتوكولز دي. بصي ايه الغلطه بقى بتاعتك الثانيه اللي انت غلطتيها لما قلت لي وايرز. ليه بقى؟ ان في باسز وايرز وفي وايرلس. حد يقول لي انا ماشي اعرف ان في البني ادمين يكلموا وايرلس، بس ينفع جوه الكمبيوتر يبقى بيكلموا وايرلس؟ اه، ده اتجاه حلو قوي في الريسيرش. الناس بقى لها اخر كام سنه مع السبيدز العاليه مع الحاجات اللي هنشوفها بعد شويه، لقوا ان الوايرز دي بيبقى فيها كروس توك وبيبقى فيها انترفيرنس وفيها مشاكل كتير قوي، مش عارفين يعملوا الباس ويتس ده، فاتجهوا ان هم يشوفوا حكايه الوايرلس. ابتدوا يبصوا على الاوبتيكال، ابتدوا يبصوا على الترنتيف ثانيه للوايرز، ان الوايرز دي عشان نعمل 128 واير بارلل جوه التشبايه بقت صعبه قوي. ابتدوا يفكروا في الترناتيفز ثانيه يعملوا فيها او يعملوا بيها الامبلمنتيشن بتاعت الباص. في نوع ثاني او في كلاسيفيكيشن ثاني للباصز، سيريال فيرسس بارلل. يعني ايه بارلل باص؟ يعني ايه سيريال باص؟ اتفضل. تدينا اكزامبل لده واكزامبل لده؟ انا بتكلم على باص، حاجه بتاعت كوميونيكيشن مش حاجه بتاعت ستورج. بتكلم على باص بارلل وباص سيريال. اليو ارت ماشي،
طب انا مستعد اراهنكم لو قلت لكم دلوقتي كلكم طلعوا لي من الشنطه بتاعتكم سيريال باص طلعوا لي كلكم ماشيين معاكم سيريال باص وبتستخدموه كل يوم قلت ايه موبايل لا اسمه ايه بقى اسمه ايه بقى مش الشاحن ذات نفسه لا في حاجه اليو اس بي كيبل ده اليو اس بي ستاندز فور يونيفرسال سيريال باس لو حد قص اليو اس بي كيبل هيلاقي هم اربع سلكات سلكتين منهم باور والسلكه دي وسلكتين ديتا ما بيبعت ديفرنشال فهو عباره عن سلك واحد ديفرنشال يعني سلك او سلكتين فهو عباره عن سلكه واحده قعدت عليها الداتا سيريال ان سيريز بيت ورا بيت ورا بيت ورا بيت ورا بيت ورا بيت ورا بيت طب البارلل الرول اوف ثامب اي سلك مبطط ده بارلل زي بتاع اللي جوه الكمبيوتر عمرك فكرت الكمبيوتر من جوه؟ انت عندك مشكله اني بتكلم عربي؟ حد فيكم فك الكمبيوتر قبل كده وشاف السيرك اللي هو الجراي دول مبططين دول؟ هي 8 16 32 ده بره الباص الكابل بتاع البرنتر القديم ال بي تي لو كان تخين ده وليه كونكتور 25 بنز ده بره الباص اوكي فدي اكزامبلز من بره الباص احنا شفناها الاي تو سي سيريال هو عباره عن سلكه واحده اي حاجه سلكه واحده ده سيريال ان سلكه واحده بتعدي الداتا كلها وببعت الانستراكشن والكنترول والحاجات دي كلها في الكورس ده هنشوف كذا سيريال باص هنشوف اليو ارت او هنشوف بقى اللي هو الار اس 232 ان اليو ارت ده انترفيس مش باص هنشوف الاي تو سي ده باص هنشوف اليو اس بي بس طبعا انا مش هخش في اليو اس بي تايب سي انا راجل قديم شويه هنتكلم على البيزك هنشوف اللي هو اليو اس بي 2 بس انتوا ممكن تروحوا تبصوا بعد كده او لو حبيتوا تعملوا ريسيرش تبصوا على التايب سي والفرق ما بينهم وازاي زودوا السرعات والحاجات دي كلها لان هديكم البيزكس وهتكلم معاكم على بارل الباص واحد بس اللي هو الامبا باص بتاع الارم اركتكتشر وانا اكتفيت بباص واحد علشان ده ريتش فيتشر باص يعني ايه ريتش فيتشر؟ يعني مليان بالفيتشرز اللي هتغنينا ان احنا نعرف افكار كتيره لكن الثلاثه بتوع السيريال كل واحد منهم بفكره مختلفه لكن الامبا باص ده باص محترم هيتعلم فيه افكار كتيره قوي وحاجات كتيره قوي ان شاء الله طيب هل الباصز بس هي اللي بشوفها بعينيا؟ لا اللي بشوفها بعينيا دي اسمها اوف تشيب يعني دي بتوصل لي ديفايس بديفايس لكن في حاجه اسمها اون تشيب باص الاون تشيب باص ده باص جوه التشبايه يعني جوه البروسيسور الكومبوننتس بتاعت البروسيسور من جوه الريجسترز بقى اللي جوه والحاجات دي بيبقى فيه راوتنج بيبقى فيه وايرز دوبد جوه التشبايه بتوصل لي الكومبوننتس دي ببعضيها ده بيبقى اسمه اون تشيب باص اوكي فدول الديفرنت كلاسيفيكيشنز بتاعتي بتاعت الديفرنت باصز انا هحاول اكفر فاريانس مختلفه مش هتكلم على الوايرلس قوي بس هحاول ان احنا نشوف افكار كتيره وانواع كتيره من الباصز ثرو اوت الكورس حد عنده اي اسئله نخش في الجد شويه تعالوا نبص اكزامبل لابسط اوف تشيب باص ده اوف تشيب باص انا عرفت منين الاول اكسترنال هو ده ديفايس مع ديفايس ثانيه هارد ديسك مع الميموري مع النتورك مع اليو اس بي مع الدي في دي دي حاجه دي اجهزه فيزيكال اقدر امسكها بوصلها ببعضيها فده غالبا او موست بروبلي ده حاجه اكسترنال فده اوف تشيب باص طيب ليه اللي فوق بلون واللي تحت بلون؟ ليه اللي فوق اخضر وتحت ازرق؟ اللي فوق ايه؟ فوق هو اللي هي بتقول اللي فوق اسمك ايه؟ ايه برضو؟ ايه بتقول عشان اللي فوق واضح ان هو بيكنترول اللي تحت وده صح فاحنا هنا بنتكلم على ماستر سليف ريليشن شيب في حد بيكنترول حد هو البيج بوس حد هو البرينز بتاع الكوميونيكيشن بروسيس وفي ديفايسز غلابه كده هو اللي بيشغلها فاللي فوق بيشغل اللي تحت
فهنا اللي عملوه مسك الديفينيشن بتاع الباص ان هو شيرد كوميونيكيشن ميديوم، فهو عمل باص واحد اهو متوصل عليه كل الحاجات دي. تمام كده؟ طب حد عاجبه الكلام ده او حد مش عاجبه الكلام ده؟ ولا نكمل ولا ايه رايكم؟ هل في اي عيب للاركتكتشر ده؟ شو يا فندم؟ اتفضل. انا ما قلتش واير، هو باص واحد ممكن يبقى 16 سلكه، ممكن يبقى 128 سلكه، ممكن يبقى 2000 سلكه. الديبنز على هما كام سلكه، بس هو شيرد ما بينهم كلهم. هما كلهم بيتاب ان على الباص ده. السي بي يو غالبا هنستخدمها ان هي سي بي يو. هو عشان شيرد انا غصب عني زي انت ما قلت صح ان انا هبعت مره واحده هكلم ديفايس واحده ات تايم، بس ده مش مشكله ان ده غصب عني في كل الباصز. انا لما باجي اتكلم دلوقتي ينفع انا وانت نتكلم في نفس الوقت ولا لازم انا اسكت؟ فاذن في شيرد ميديوم موست اوف ذا تايم او موست بروبلي واحد بيتكلم والباقيين كلهم بيسمعوا، فبيبقى في كوميونيكيشن واحد بس. لو كذا حد اتكلم بيحصل كوليجن، بيحصل كونفليكت بين الداتا دي، ما بعرفش اعملها ريزولوشن. فغالبا واحد بس هو اللي بيتكلم. بس ده بدايه الاجابه. كان حد رافع ايده هنا؟ هجي لك. حاضر. طيب ما ده حاجه كومن في اي حاجه شيرد، فما يعتبرش عيب. انا مستنيك يا باشمهندس خالص. سامع خالص. علي صوتك. الباشمهندسه بتقول ان انا لما ببعت مثلا للهارد ديسك كلهم بيسمعوا الكلام بتاعي، مش كده؟ ماشي، بس دي ممكن اتحكم فيها. ممكن انا كسوفت وير بروجرامر او اللي بعمل البروجرامنج لانجوج بتاعتي اقول لو انت مش الادرس اللي بعتك الادرس ما تسمعش الكلام اللي ما بقول بعد كده. ده ممكن نعمل حاجه اسمها بروتكشن، هاردوير بروتكشن. فدي مشكله بس ليها حل. فانا ودي موجوده في اي برضه في اي سيستم. انا بتكلم على الاركتكتشر ده، الديزاين ده، في مشكله كده واضحه. هو في الماستر سليف انا مش فاهم برضو جات لك ميموري منين. لا احنا اسمك ايه يا باشمهندس؟ لابس تيشيرت حمراء؟ عبد الرحمن؟ اللي عبد الرحمن قاله بدايه الكلام الصح. اللي عبد الرحمن قاله ان انا بتكلم مع وان ديفايس ات تايم. ده هيعمل لي مشكله غير المشكله اللي هو قالها. الربط هديك 6 من 10. اسمك ايه؟ عبد الله. قال لو في ديفايس عايز يعمل انتربت هضطر استنى لغايه ما حد تاني يخلص. ليه بقى؟ عشان بقى بس قلت لك ما عنديش حل تاني. ما عنديش انتربت خالص في السيستم. ما عنديش انتربت خالص. هريحك يا سيدي. لا قولي كده تاني. يا جماعه نتعلم نحترم نسمع بعضينا. مش معنى حد بيتكلم نقعد نرغي. الميموري بطيئة؟ الميموري بطيئة. اتفضل. بحدد ده عادي، ما انا الماستر. ما انا الماستر بتحكم في كل حاجة. اتفضلي. يعني
هتصرف في الموضوع ده، هبقى عامل بروتوكول محدش يتكلم زي ما قلت كده، محدش يتكلم غير اللي يرفع ايده. لا هو عبد الله كان قرب اكتر بس بعد تاني. كلهم نفس السبيد ولا لا؟ مش بريوريتي بقى. يا عايز تقولي حاجه؟ انا عارف المايك فصل والبروجيكتور فصل وبره في دوشه. باشمهندس بعد اذنك ممكن تقفل بس الباب؟ هي غالبا بتمشي. لا انا الماستر هو اللي بيكونترول، فالماستر بيطلب من السليفز سواء بيكتب فيهم او بيقرا منهم، بس هو اللي بيكونترول. هنشوف اركتكتشر مناسب للحاجه دي، بس معظم الحاجات اللي احنا هنشوفها بيبقى اللي بيطلب حاجه بنخليه ماستر والباقي بنخليه سليف. يعني عمرك ما الهارد ديسك هيبقى ماستر في يوم من الايام، عمر النتورك ما هتبقى ماستر، عمر معظم الحاجات اللي كانت مرسومه دي عمرها ما هتبقى ماستر. بيستقبلوا حد بيقول لهم انا عايز اكتب عندكم او اقرا منكم انتوا اللي عندكم. الدوايس البعيده عشان تبعت حاجه تاخد وقت اكتر من الدوايس القريبه. ماشي بس الدنيا سريعه دلوقتي، هنحل المشكله دي. مشكله الدوايس ده بقى الله يرحمه بقى دي مشكلته هو. طيب تاني، هل السبيد زي الدوايس دي كلها زي بعضيها، الميموري زي الهارد ديسك زي اليو اس بي زي النتورك زي الحاجات دي كلها؟ طيب ايه المشكله هتطلع لي من اختلاف السبيدز؟ طب وهل في مشكله اصلا؟ ايه علاقة ده بالباص؟ انا سؤالي ابسط من كده، انا سؤالي بسيط جدا، عندي باص عبارة عن حاجة شيرد كلهم بيأكسس حاجة شيرد دي. هبقى انا ديزاينر فاشل اني ما عادش البروتوكول ظبط السرعات بيني وبين اللي بكلمه. نعم طب بصوا يا شباب، تعالوا نبص على يعني حاجة مجازية، حاجة افتراضية مش موجودة في الحقيقة، اللي هي ايه بقى؟ ان كل الديفايسز كل البريفرنس دي او كل السليفز دول ليهم نفس السرعة. كان عندكم مشكلة نفسية رهيبة مع ان واحد بيتكلم بس وباين بيسكتوا. بس لو جينا نبص كده، لو احنا الخمسة، احنا هنا خمسة ديفايسز. واحد السي بي يو بيكلم واحد مننا وبعد كده يكلم اللي بعديه وبعد كده يكلم ده وبعد كده يكلم ده. بيكلم واحد والباقي يسكتوا. اوفر اول نصيب كل واحد منهم ده يبقى كام؟ 20% من الوقت بتاع الباص. هو دلوقتي انا بقى ليميتد، بس الباص لو كان شغال 100% من الوقت ده خد 20%، ده خد 20%، ده خد 20%، ده خد 20%، فالمساواه في الظلم عدل. كلنا بطلنا بنفس الاماونت، كلنا بقى عندنا نفس المشكله اللي هي واحد بيتكلم واحنا كلنا بنسكت. فده فير انف، محدش هيزعل، اتس اوكي. طب تعالوا بقى بصوا في الحاله الحقيقيه، مين اسرع واحد في دول؟
مين اسرع ديفايس في دول؟ يا شباب يا سهلة. الميموري، الميموري سرعتها قريبه من البروسيسور خالص، فده ممكن اتكلم معاه بسرعه جامد جدا. طب ومين ابطا واحد؟ مين لما بيهنج بيهنج لي الكمبيوتر كله؟ الاخ ده الدي في دي، او لو بتكلم كمان بانترفيس مع يو ارت ديفايس مثلا، اليو ارت بطيء جدا جدا. فتخيل بقى انا بعمل ايه؟ بظلم الراجل السريع ده اثناء ده ما بيشتغل. يعني لو انا بجيب وورد من، وكلكم شفتوا الحاله دي لما بجيب حاجه من الدي في دي والدي في دي بطيء، الكمبيوتر كله بيحصل له ايه؟ بيهنج مني. ليه؟ ما بقدرش استخدمه. ان الباص الشير دي مين اللي مستخدمه بس؟ ابطا ديفايس. فالمشكله اللي عندي هنا ان الجهاز البطيء بيبطئ لي الجهاز السريع. السليف البطيء بيبطئ لي او بيليمت السرعه بتاع الجهاز السريع، بيخليني مضطر اشتغل بسرعه مين فيهم؟ ابطا ديفايس ما استفدش بسرعه الجهاز او الديفايس اللي هو السريع. واضحه ولا اقولها تاني؟ هو انا ينفع انا وانت واحنا بنتكلم لو واحد فينا سريع ولا بطيء بشتغل بسرعه مين؟ لو انا وانت سرعة هنتكلم بالسرعه السريعه، لو انا بتكلم بسرعه وانت محتاجه حد يتكلم بالراحه هتقولي لي ايه؟ بس كلهم هيكونوا لا طبعا. يعني ده مثلا بيعمل انستراكشن في ثانيه، ده بيعملها في 10 ثواني، فده بياخد 10 اضعاف الوقت بتاع ده. لو انا ماشي راوند روبن، لو انا ماشي ده 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 ده، ده هياخد ثانية كل دقيقة مثلا، لا ده هياخد 10 ثواني كل دقيقة. فأنا كده عملت فيفرنج لمين؟ للديفايس البطيء على حساب وعاقبت مين؟ عاقبت الديفايس اللي هو السريع. تفتكروا بقى حلها إيه؟ حل المشكلة دي إيه؟ شكرا. حل بسيط جدا، اعمل ما يسمى بالهيراركال باس ديزاين، اعمل هيراركي للباس. هنا رسمه الاثنين ليفلز بس، بس ممكن يبقى كذا ليفل. بشوف الديفايسز اللي ليها نفس السبيد واحطها على باس لوحديها، اوكي، وبعد كده الحاجات اللي ليها سبيد زي بعضيها احطها على باس لوحديها. في ديفايسز ابطا ليفل 3 اعمل ليفل 3 باس، ليفل 4 اعمل كل مجموعه من الباسز احطها على باص لوحديها. اللي بيربط ما بين باص وباص حاجه اسمها كنترولر او هاب، انبوت اوتبوت كنترولر او هاب. ده اللي بيظبط لي الدنيا ما بين الباصز وبعضيها. بمعنى انا بتكلم هنا مع الميموري ده انا بسرعه، انا شغال مع الميموري على طول وبعمل فيتشنج للانستراكشنز ومش عارف ايه، شغال مع الميموري شغال جامد والله ينور، ومستفيد بالسبيد بتاعتي تو ذا ماكس. فجأة عايز ابعت حاجة لليو ارت ديفايس ولا الدي في دي ولا اليو اس بي، هعمل ايه؟ هروح باعت الريكوست ده لمين؟ للهاب، وارجع اكمل شغل انا مع الرام مع الميموري، واشتغل انا بسرعتي الجامدة جدا، شغال واخد السبيد تو ذا ماكسيمم. الهاب ده هنا هيشتغل كأنه الماستر بتاع الباص التاني، هو اللي هيكلم الدي في دي او هيكلم اليو ارت او هيكلم السليف اللي موجود هنا، هياخد منه الداتا، وبعد ما يخلص يرجع للاخ ده. هو بالنسبه للباص الاولاني هو كانه سليف، لكن بالنسبه لده هو كانه ماستر. بعد ما خلص انا ما بطأتش بقى الباص، خليت شغال بسرعته العاليه، بس لما ده البطيء خلص قلت له خد الحاجه اهي جاهزه اهي اتفضل، جمعت لك الداتا. مثلا لو كنت شغال على يو ارت، يو ارت بيشتغل 8 بتس 8 بتس، والباص ده بيشتغل 64 بتس، فده ممكن يروح مجمع لي 8 ووردز 8 8 بتس ويجمعهم لي في وورد واحده يبعتها على الباص ده، فسرع لي البرفورمانس. فهنا منعت ان الديفايس البطيء يبطئ لي الديفايس السريع عن طريق الهيراركي، عندما يبقى عندي كذا باص ليفل. الحاجه الكومن
ان السبيدز بتاعه الباسز الكونكت الديفايسز اللي كونكتد لليفل معين من الباسز تبقى قريبه من بعضيها، مش لازم اكزاكتلي بس مش عايز يبقى في اوردرز وماجنتيود فرق. هل في رول معينه او رقم معين؟ لا، ده الديزاينر او الاركيتكت هو اللي بيحددها. فده اكزامبل رياليستيك في بنتيوم 4. عندي هنا كام بس؟ كام بس وهما فين وسرعتهم كام؟ اللي هما؟ عارف وانا معيد كان في تباشير زمان. بسألك على بس تقول لي كنترولر. باشمهندس لابس اسود، قميص اسود. 6 باصز. انا بتكلم على المين باص، المين باصز. اتفضل يا باشمهندسه. اللي هو اسمه ايه؟ عندي 2 باصز. عندي السيستم باص اللي فوق اللي هو سرعته كام؟ 604 باص، 604 جيجا بيتس بير هرتز بير سكند. ده متوصل عليه المين ميموري والجرافيكس كارد وال1 جيجا بت ايثرنت. تمام؟ بس في ديفايسز هنا سرعتها، بصوا احنا بنتكلم على ديفايسز ب 3.2 جيجا وديفايس 150 جيجا. ديفايس لو حطيتهم على نفس الباص ده هيبطئوه. فانا عملت حاجه اسمها ليفل 2 باص اللي هو ده. ده الباص الثاني اللي عندي بس. كل واحد من الباصز دي ليه كنترولر. فده الكنترولر هو الانبوت اوتبوت كنترولر او الانبوت اوتبوت هاب، الساوث بريدج اللي هو بيكنترول السي السي دي والدي في دي، التيب، اليو اس بي، السيريال الاتا. وعندي المين باص او السيستم باص اللي هو ليه هاب او النورث بريدج اللي بيكنترول الاكشنز بتاعت الديفايسز السريعه. فده اكزامبل ل باص. طب ده اون تشيب ولا اوف تشيب؟ ده اوف تشيب. في برضو اون تشيب باصز، يعني ممكن يبقى عندي باص زي ما اتفقنا جوه الشبايه، محتاج مايكروسكوب عشان اشوف الباص ده. هتلاقي ان في يعني مثلا هنا الجزء ده السكندري كاش، هنا في في ميموري انترفيس، فوق في الانبوت اوت انترفيس، هنا في الكنترول. الحاجات دي متوصله مع بعضيها، بيتكلم مع بعضيها ثرو باصز. وهستخدم نفس الفكره، يبقى عندي الحاجات السريعه اعمل لها باص لوحديها، والحاجات البطيئه اعمل لها باص او شيرد ميديوم لوحديها. اوكي؟ حد عنده اي اسئله سو فار؟ احنا كده خلصنا الانترودكشن. كده احنا خلصنا الانترودكشن بتاعت الكورس. عرفنا احنا عايزين ايه من الكورس. قلنا هنبتدي بالانتركونكشنز، وبعد كده هنتكلم على الانترفيسنج. الانتركونكشنز يعني ان انا بخلي الديفايسز تكومنيكيت مع بعضيها جوه الكمبيوتر سيستم. فالكومنيكيشن ده بيحصل ثرو ا باص، الباص ده شيرد كومنيكيشن ميديوم. اكتشفنا ان انا بفضل في الحقيقه اعمل هيراركي للباص ديزاين، ما اعملش باص واحد في الاركتكتشر، عشان لو عملت باص واحد الديفايس البطيء هيبطئ الديفايس السريعه. فانا بعمل هيراركي ان انا بجمع الديفايسز اللي سرعتها متقاربه احطها على باص لوحدي، وبستخدم كنترولر او هاب ان هو يلينك ما بين باص وباص، ما بين ليفل وليفل. ده ملخص اللي احنا قلناه من اول المحاضره النهارده. نبتدي بقى نخش نتكلم. اتفضل. السي يو بي مع ميموري على طول، وايه تاني؟ والباقي
فاهم. هو ده ما هو ده تو ليفلز، مش لازم يكون اسمها ساوث ونورث. ما هو ده اللي احنا بنقوله، ده اللي انا بقوله، ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان انا بخلي البروسيسور مع الميموري بيتكلموا مع بعضيهم، وبخلي الحاجه التانيه تتكلم على باص لوحديها وليها كنترول لوحديها وليها انترفيس لوحديها، بقى عندي اثنين باصز. سيبك بقى من اسم دي تسميه، ان النورث بريدج والساوث بريدج دي هم سموا كده في الاركتكتشر بتاع البنتيوم 4 في انتل، ممكن يكونوا سموه اسم تاني او حاجه تانيه، بس هو ستيل تو باصز. علشان حكايه البوك كيبنج او حكايه اللي هي التظبيط كام وورد احطهم مع بعضهم باكج، مش كل الحاجات 64 بيتس، بيعمل لي شويه كنترول اكشنز بس يعلي الدنيا شويه. ده ممكن تسميه ان هو يعني كنترولر بتاع الباص. فبدل ما تخلي البروسيسور يوجع دماغه بحكايه الكنترول، انا بخلي يونت لوحديها ستاند الون هي اللي بتكنترول الباص، اخلي البروسيسور بس يشتغل في شغله، ما يوجعش دماغه بحكايه مين يتكلم امتى، مين يعمل ايه، زي يجمع، زي يعمل البروتوكول بتاع الكوميونيكيشن. فده بريح البروسيسور منه. تعالوا بقى نشوف الباص ديزاين ونشوف الترمينولوجي المستخدمه في التصميم بتاع الباص. فزي ما احنا اتفقنا من شويه ان الباص ده از شيرد ريسورس كومن ميديوم. Any device can send data on the bus after first arbitrating for it. And all other devices can read this data off the bus. عرفنا يعني ان الباص is a shared resource، ويعني اي device ممكن يبعت data on the bus. بس ايه المشكلة في حكاية arbitrating for it؟ يعني ايه arbitration؟ معلش اعمل الماسك الكلمة وكان بي سي تاني. خناقة، في خناقة بتحصل زي ما كلكم كان عندكم هاجس، ميرسي جدا بقى، كان في هاجس عندكم الكوليجن والناس تتخانق مين يكتب على الباص لو عندي كذا ماستر. فلو عندي كذا ماستر ببقى محتاج لبروتوكول او محتاج لحاجة اسمها اربيتر بيعمل اربيتريشن، بيحدد لي مين اللي اكسس الباص دلوقتي، مين الماستر اللي يتحكم في الباص دلوقتي. يعني لو عندي ثلاثه ديفايسز شغالين كماسترز، وهل في ديفايسز غير البروسيسور ممكن تبقى ماستر؟ اه، على حسب الديزاين بتاعي. في الحاله دي هقول مثلا هشتغل راوند روبن، هقول الماستر رقم واحد ياكسس، بعد كده ماستر رقم اثنين، رقم ثلاثه، رقم اربعه، ارجع واحد اثنين ثلاثه اربعه وهكذا. واحد ثاني يقول لي اشتغل بالبريورتي، الماستر الاهم على طول ليه بريورتي، لو هو عنده حاجه يبعتها ياكسس الباص، اللي يليه في البريورتي يبعت وهكذا. ده اسمه الاربتريشن، اللي هو كونفليكت ريزولوشن، ان انا ازاي بفك الخناقه ما بين الماسترز وبعضيها اون هاو اور اون ويتش وان اكسس ذا باص. وانس ان بقى في ماستر بيكنترول الباص هيبعت لاي ديفايس او يقرا من اي ديفايس براحته خالص، مفيش اي مشكله خالص. فا اتس اباوت مي كاركتكت ان انا اعرف مين ديفايس هو ماستر، مين ديفايس هو سليف، ولو عندي كذا ماستر احدد لهم اربيتريشن رول او اربيتريشن الجوريزم اللي بتحدد لي مين فيهم هيأكسس امتى. تمام؟ زي ما اتفقنا غير الداتا اللي مربوطه على الباص بيبقى عندي حاجتين تانيين بيتبعتوا. بيبقى عندي الكنترول انفورميشن زي ما قلت لكم، دي الحاجات اللي بتساعدني ان انا اعرف نوع العمليه اللي هتحصل، ريد ولا رايت، كام بيتس، مش عارف بروتكتد ولا لا، الحاجات اللي انتوا خفتوا منها كلها محتاج ان انا اعرفها بكنترول سيجنالز. تمام؟ وفي حاجه اسمها الادرس، انها ما ينفعش ابعت كده لاي حد. انا لا ممكن لازم ابعت للبشمهندس ابعت الادرس بتاعها، لا لو سمحتي ابعتي لي الانفورميشن في اللوكيشن الفلاني. فببعت على الباص ده ثلاث حاجات، كنترول وادرس وبعد كده الديتا. طبعا زي ما اتفقنا ان اللينث بتاع الباص بيديترمن السبيد بتاعته. كان في حد قال لو الباص طويل ده مش عارف ايه، فلو باص طويل اكيد في بروباجيشن تايم كبير فهيليمت السبيد، لكن لو باص صغنطوط هيبقى السبيداته هتبقى اسرع.
بعد كده بيقول لي ان الباصز كان بي ايذر سينكرونس اور اسينكرونس. يعني ايه سينكرونس باص؟ يعني ايه اسينكرونس باص؟ لا ايه العلاقه؟ انا بتكلم في الطول بتاع السلك مش بتكلم على الويث بتاع السلك، على السلكات اللي موجوده. في فرق بينهم 8 بتس وفرق و64 وبتكلم. لا السلكه طولها متر ولا طولها كيلو؟ لو سلك طوله كيلو على اول بت ما تجيلي هتاخد وقت كبير قوي، لكن لو السلك كله قد كده. وده احد الاسباب ان هم فكروا في الوايرلس اكتر من الواير. البروباجيشن بيبقى اسرع. فنرجع تاني، احنا كنا بنقول ان الباص ممكن يبقى سينكرونس او اسينكرونس. يعني ايه بقى سينكرونس باص؟ يعني ايه اسينكرونس؟ اتفضل. حد كان رافع ايده؟ كنت رفعت ايدك تقريبا؟ حد هنا كان رافع ايده؟ اسمك ايه معلش؟ يوسف. قال اللي انا هقوله بالظبط، فقوله لهم انت تاني بس علي صوتك بقى. السينكرونس في كلوك، كلنا في تزامن في الكلوكس بتاعتنا، بنخلي اي حاجه بتحصل على الباص دي ريفرنس لمين؟ للكلوك، يا اما للرايزنج ايدج او للفولينج ايدج زي ما خدته قبل كده. فانا في كلوك كومن، كلنا مظبطين ساعتنا زي بعضينا، ماشيين على يعني بالثانيه مع بعض، وكلنا مظبطين اي اكشن بتحصل على الباص بتبقى ريلاتيف لمين؟ للكلوك دي. طيب الاسينكرونس مفيش فيها كلوك خالص، كل واحد بمزاجه. انا عايز اتكلم اروح رافع ايدي، عايز اقول حاجه متكلم، خلصت انزل ايدي اروح زي ما بنعمل احنا في الزوم. الزوم مش لحد بيريز هاند يخلص كلام يروح مخلص وخلاص. اعتبروا ان الزوم ده هو الشيرد ميديوم، رفعه الايد دي هي الاسينكرونس بروتوكول. اللي عنده حاجه عايز يقولها بيرفع ايده، يخلص يروح منزل ايده تاني. تمام. طيب وحده الكوميونيكيشن او وحده نقل الداتا، او خليها احسن وحده الكوميونيكيشن على الباص اسمها الترانزاكشن. وحده الكلام على الباص اسمها ترانزاكشن. انتوا سمعتوا كلمه ترانزاكشن دي فين قبل كده؟ الاي تي ام، في البنك. يعني انا هعمل ترانزاكشن في البنك. طب لما بتروح البنك بقى احكي لنا رحلتك من اول ما دخلت من الباب لغايه ما خلصت من الشباك، بس من غير الماسك هما يسمعوك. احكي لنا رحلتك اول ما تخشي من باب البنك لغايه ما بتخلصي على الشباك اللي انت بتعملي معاه الترانزاكشن بتاعتك. تاني مش عايز تفاصيل، دي حاجه بيرسونال. انا بتكلم لما بتخشي البنك، لما بتخشي البنك حضرتك اول حاجه بتعمليها ايه؟ دخلتي من الباب عملتي ايه اول حاجه؟ اول حاجه بتاخدي بتاع ده الرقم بتاعك انت هتخشي بيه. اهو الرقم ده بقى الاربتريشن، ان كل الناس اللي داخله البنك دي كلها ماسترز، كلهم عايزين ياكسس مين؟ الشبابيك او الشباك. فاول حاجه لازم اعمل اربيتريشن او كونفليكت ريزولوشن، بدي لكل كاستمر رقم، بدي له الدور بتاعه عشان ما يتخانقوش. لو زمان قبل حكايه الدور دي كانوا بيتخانقوا، انا لا انا اللي جيت الاول انا اللي ما جيتش الاول، هيبقى في خناقه. لا انا ما بعملش كده، انا اول حاجه بخش اعملها باخد الرقم بتاعي. اوكي. بعد كده تقعدي مشكوره تستريحي. جه الرقم بتاعك، يعني الاربيتر اداكي الدور، بتعملي ايه؟ بتروح عند الشباك. اول سؤال بيسالوا لك هو ايه؟ لا في سؤال قبل سحبه ولا ايه ده؟ الرقم القومي، وعايز اعرف الاي دي بتاعك انت مين؟ رقم حسابك كام؟ يقول لك لما حاطط الاي دي وهو رقم حسابك او اديه رقم حسابك. ده الادريسنج، انا عايزك انا بكلم مين؟ انت مين اللي قدامي؟
اوكي فبشوف الادرس بتاع اللي انا هعمله ترانزاكشن عايز اعرف الادرس بتاعه. عرف الادرس هقول لك بقى سحبه ولا ايداع والمبلغ وخد حط لي الفلوس دي او اسحب لي الفلوس دي. عمل الداتا ترانسفير، عمل الترانسفير بتاع الداتا بتاعتي اللي هي الفلوس. فالثلاثة ستيبس دول هما الثلاثة ستيبس بتوع الترانزاكشن عندي في الكمبيوتر اركتكتشر. اول حاجه في اربيتريشن فايتس تو ديسايد ويتش ديفايس ويل اون ذا باص، مين اللي هيدرايف الباص، مين اللي هيبقى ليه الحق ان هو يتكلم مع السليفز المختلفه. اوكي مين اللي هيبقى الماستر بتاعي في الترانزاكشن الجاي. وده ابليكابل بس لاني نوع من انواع الاركتكتشرز اللي فيها كذا ماستر. لو ما فيش كذا ماستر ما عنديش الفيز دي خالص، هيبقى عندي اثنين فيزز بس. ده سؤال بحب اجيبه كتير قوي في الام سي كيو، هو عدد الترانزاكشن فيزز كام فيز؟ اثنين ولا ثلاثه ولا اثنين او ثلاثه ولا واحد ولا كام؟ هي اثنين او ثلاثه، ات ديبندز على انت عندك ماستر واحد ولا كذا ماستر. لو عندك ماستر واحد بيبقوا هما اثنين بس اللي هما الادرس وديتا زي ما خدته قبل كده. لكن لو في كذا ماستر اربيتريشن ادريسنج ديتا. فخلصت الاربيتريشن هتبقى الخطوه الثانيه الادريسنج. الادريسنج الماستر بيأكتيفيت ديفايس تاني عن طريق انه يبعت له الادرس بتاعه، بيقول له زي ما انت كنت خايفه من الاول ممكن اكلم كذا حد يسمع مين اللي هبعت له، انا بتكلم مع واحد بس ببعت الادرس بتاعه او الادرس بتاع الديفايس ده. فبعمل برودكاستنج للادرس بتاع الديفايس عايز اتكلم معاه. وممكن اعمل يونيكاست، يونيكاست اني بتكلم مع ديفايس واحد بس. وفي حاجه اسمها مالتي كاست اني ببعت، ممكن ابعت انستراكشن للناس كلها. حد يقول لي انت ينفع تعمل انستراكشن لكذا ديفايس؟ اقول له اه. لما باجي بعمل ريستارت او ريبوت او لما باجي بعمل في الريستارت اصلا ممكن ببعت حاجه كوماند للناس كلها تيرن اون. فمش هبعت لواحد واحد، مش هعملها يونيكاست، مش هبعت لك الادرس بتاعك اقول لك تيرن اون، ابعت لك الادرس بتاعك تيرن اون تيرن اون تيرن اون. لا انا ممكن في الاول ابعت اعمل مالتي كاست او برودكاست، ابعت اقول كلكم يلا اصحوا يلا هنشتغل يلا هنعمل ريسيت كلنا. ممكن اشتغل على جروب بس من الديفايسز. فكل حاجه ليها نوع ادريسنج مختلف. اللي انتوا خدتوه قبل كده اللي هو اليونيكاست انا بتكلم على ادرس واحد بس، بس في ادريسنج ميكانيزم ثانيه ممكن اتكلم مع مجموعه من الديفايسز. اوكي اخر بقى فيز في الترانزاكشن هي اسهل فيز اللي هي الداتا ترانسفير. ابعت اقرا الداتا واكتب الداتا دي اللي هي اسهل حاجه مش هنقدر نتكلم فيها باستفاضه. طب تعالوا نبص على السنكرونايزيشن بتفاصيل اكتر. احنا زي ما اتفقنا ان السنكرونايزيشن هي طريقه اللي بتحدد لي ازاي او امتى الديفايس هتكلم مع بعضيها، هل هيتكلموا الريلاتيف كلوك ولا كل واحد هيشتغل من دماغه. فانا مش عندي سينكرونس وسينكرونس، بس عندي سينكرونس وسيمي سينكرونس واسينكرونس. هنشوف قصتهم ايه دلوقتي. اول نوع اللي زي ما يوسف قال لنا، انا المفروض احفظ اساميكم كلكم على اخر السمستر بس حبه حبه لغايه ما افتكر الاسامي. بيبقى عندي كلوك بتفق ان اشتغل على الرايزنج ايدج ولا على الفولينج ايدج، وبخلي كل حاجه بتحصل ريلاتيف للايدج دي. يعني ايه كل حاجه؟ يعني زي ما انتم شايفين هنا انا عايز اللي موجود على اي باص، وان ادرس باص ولا كنترول باص ولا داتا باص، عايزه يكون ستيبل يا دوبك قبل الايدج دي. انتوا عارفين بيحصل ترانزيشنز او بغير من حاجه لحاجه، فانا اعك براحتي ما بين الايدج والايدج، بس اللي يهمني ايه؟ عند الايدج اللي شغال عليها تكون داتا ستيبل، وبخليها ستيبل لفتره بعديها. ليه؟ على ما اللاتش يعمل لاتش ان ويقرا الحاجه اللي موجوده على الباص. فبس بجهزها له قبل الايدج بحاجه بسيطه، واخليها حاجه بسيطه بعد كده عشان يقدر يعمل لها لاتش ان، وبعد كده اغير براحتي. ان انا عارف ان ما بين الايدج والايدج الحته اللي في النص دي مفيش فيها حاجه بتحصل. اللي على الباص ده دونت كير، ما يهمنيش اللي موجود على الباص. ما يهمني الموجود على الباص امتى؟ عند الرايزنج ايدج او عند الفولينج ايدج، هنا رايزنج ايدج. طيب ايه مشكله النوع ده من الكوميونيكيشن؟ وليه ابتدى البساط ينسحب من تحت رجله اليومين دول؟
انا كديزاينر بديزاين السيستم بتاعي ما يحطليش داتا غير عند الادج فول ستوب. خلاص خلصت. اتفضل. كلوك سكيو كلام كبير قوي والله. هتكلم على السكيو دي المره الجايه ممكن نقعد فيها ساعه. يعني ايه كلوك سكيو؟ يعني بيقول ان طول السلكه اللي موصله للديفايسز مختلفه، فالايدج ده حتى لو مظبطين الكلوك مع بعضينا هيبقى الايدج بتاع الديفايس ده غير الايدج بتاع الديفايس ده غير الايدج بتاع الديفايس ده. دي مشكله موجوده. صح، برافو عليك. نعم، ميرسي جدا. هو ده انا كنت مستنيها. دي اهم من ان كلوك سكيو موجوده، بس ممكن تتحل سام هاو، بس خلينا نقول ان هي موجوده. المشكله الثانيه بقى السبيدز. هو هل الكلوك بتاعت البروسيسور زي الكلوك بتاعت الميموري زي الكلوك بتاعت الدي في دي زي الكلوك بتاعت ده، ولا كل واحد شغال بكلوك مع نفسه؟ كل واحد شغال مع نفسه، ففي مشكله. كان ده كان يبقى جميل قوي لو كل واحد شغال بنفس السبيد، مثلا 3 جيجا هرتز 3.2 جيجا هرتز شغالين بنفس السبيد، دي كانت تبقى جميله. لكن للاسف هنا ده شغال ب 3.2، ده شغال ب 1.6، ده شغال مش عارف كام. وللاسف مش كلهم مالتيبل من بعضيهم. لو مالتيبل من بعضيهم هستخدم ديفايدر مثلا فريكونسي ديفايدر، بس لا ده في حاجات شغاله فراكشن. هتصرف ازاي بقى؟ قالوا طب ما نعمل حاجه اسمها سيمي سينكرونوس او سيمي سينكرونوس. وده اللي احنا قلناه هاو تو سينكرونايز ديفرنت اوبريتنج فريكونسيز. السيمي سينكرونوس بقى يا شباب، هو كان متوقع ان حاجه تحصل هنا، حاجه تحصل هنا، حاجه تحصل هنا، حاجه تحصل هنا. السيمي سينكرونس بيدي السليف حريه التعبير عن نفسه ويقول لك اصبر عليا شويه، انا مش قدك يا عم في السرعه، اصبر عليا. فمثلا لو انا بعت السليف الادرس في الكلوك دي كنت متوقع يبعت لي الداتا هنا، بس هو بطيء مش هيلحق، الكلوك بتاعته بطيئه، هيعمل ايه؟ في سيجنال بقى. اتفضل. ما انا بقى ده اوبشن هو الكلوك ديفايدر. بص الكلوك از كلوك هاي لو هاي لو هاي، دي بيريودك وشغاله مع نفسي، ما بلعبش بكلوك. لكن انا اقدر العب فيه ان انا كسليف، فالريدي سيجنال دي سيجنال اللي بيعمل لها ايشوينج هو السليف، يقول له الماستر ايه؟ اصبر عليها شويه، انا مش سريع زيك. فايه اللي بيحصل؟ الماستر بيستنى للكلوك اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها، مش شرط استنى كلوك واحده. انا بفضل طول ما انا ما لسه ما جهزتلكش الداتا هقول لك ام نوت ريدي. كون دي لو معناها ان انا ايه؟ انا كسليف ام نوت ريدي انك تكتب عندي الداتا او ان انت تعمل وات ايفر او كده. فاللي بيحصل هو ايه؟ بنظبط سرعتنا عن طريق الريدي سيجنال دي، او ساعات بيسموها الويت سيجنال. فالفكره كلها احنا لسه شغالين سينكرونس، ان كل حاجه بتحصل عند الرايزنج ايدج، بس الفرق هنا هو ايه؟ مش لازم كل كلوك سايكل يحصل فيها حاجه. انا معنى ان انا خليت ده لو، ان انا قلت لك استنى بقى خلي الباص، خلي الباص زي ما هو كده، سيبه كده ايدل لغايه ما اقول لك ان انا جاهز. فكده عملنا ماتشنج للسبيدز. طيب الاسينكرونس، الاسينكرونس ده بقى اللي هو البروتوكول، مفيش اي كلوك خالص. انا كماستر لما بعايز اعمل حاجه بعمل ريكويست. لما باجي بسالكم مين يعرف كذا، او سوري ايه
لازم اقول لك ايه وانبهك، فببعت لك ريكويست. فاول حاجه بروح منبهها اقول لها ريكويست، بس مع الريكويست ده لما شاورت الايه عايز اطلب منها حاجه، حطيت الادرس بتاعها، ندهت لها باسمها يا ايه، اوكي. فلازم مع الريكويست تحط معها ادرس. فايه كانت بتكتب راح تبصلي على طول، فده اللي هيحصل بالظبط لما في الاسينكرونس. اول حاجه اعملها هنده واشاور الادرس، احط الادرس بتاع الشخص ده. هفضل مخلي الادرس موجود لغايه امتى؟ لغايه اي ما تبص لي. اي بصت لي عملت لي اكنولجمنت ان هي فهمت الريكوست بتاعي، فاي لما بصت لي راحت عملت اكنولج، قالت لي خلاص انا معاك، عايز ايه مني؟ ففي الحاله دي انا اشيل الادرس من على الادرس باص لي، اني عرفت ان هي ايه بقت ريدي تو تيك مني الكوماند اللي انا عايز ان انا عايز اديه لها. بعد كده وانس ان انا شفت ان ايه ريدي، هبتدي احط لها الداتا على الباص. ايه مشكوره هتاخد الداتا دي او تبعت لي اللي انا كنت عايزها منها، وبعد ما هتخلص هتروح عامله ايه؟ هخلي الداتا شويه الايه، وبعد كده هروح منزل الريكوست بتاعي. ايه هتخلص قرايه الداتا، فده هنا لو انا كنت عايز داتا من ايه، فانا داتا سوري هنا غلطت في حاجه، هنا ايه حطيت لي الداتا على الباص، انا اول ما خدت الداتا رحت منزل الريكوست، وبعد كده راحت هي منزله الاكنولجمنت. فان انا كنت بريد من ايه، لكن لو انا برايت لايه ترتيب دول هيعكس. لو انا اللي بكتب هستنى لما هي تقول لي خلاص انا خدت الداتا، وبعد كده اروح نازل الريكوست. يعني ايه هتقول لي انا خلاص خلاص انا خلاص انا بتقول لي اكمل انا خدت اللي انت بعته لي خلاص شكرا، اروح انا تروح هي منزله الاكنولجمنت، اروح انا اعمل ايه؟ انزل بعديها الريكوست. فالاسينكرونس ده ابتدى ان هو يبقى مور بوبيولر اليومين دول، عشان ما عندوش بقى الكلوك سكيوينج، ما عندوش المشاكل دي كلها، ما عندوش فرق في السرعات. فاليومين دول احنا ماشيين في اتجاه الاسينكرونس. حد عنده اي اسئله؟ اتفضل يا فندم. انا خلصت، قاعدين مش خدتوا وقتكم.